السلام عليكم ورحمة الله. رح نتابع اليوم في مساق قواعد بيانات 2 لطلبة دبلوم تطوير صفحات الإنترنت للجامعة الإسراء غزة. اليوم محاضرتنا إن شاء الله رح تكون تطبيق عملي لمفاهيم جملة سيلكت بكل أنواعها وبكل أنواع ربط الجداول في قواعد البيانات بشكل عام. أولاً أنا رح أفتح الإجزام، راح أعمل ستارت للأباتشي سيرفر، أعمل ستارت للماي اس كيو ال سيرفر اللي هو خادم قاعدة البيانات أو سيرفر قاعدة البيانات، وحفوت على صفحة بي اتش بي ماي ادمن اللي بتمكنني من استعراض كافة قواعد البيانات الموجودة عندي مسبقا والتعامل معها أو حتى إضافة قواعد بيانات جديدة. اوكي، هيك هاي ال PHP My Admin فتح. هان اللي على اليسار الموجودين هاي قواعد بيانات اوريدي انا كنت مستخدماهم ومنشئهم قبل هيك. رح ابدأ او رح نشتغل احنا على قاعدة بيانات انا اوريدي مجهزاها لكم قبل هيك، وحرفع لكم اياها على الصفحة، فيكم تنزلوها وتبدوا تطبقوا معايا نفس الخطوات اللي انا حعملها من الان. فمبدئيا حنشئ قاعدة بيانات جديدة، فرضا أسميها إسراء Company. الكوليشن لإلها اللي هو شو النوع اللغة اللي بتقبله هاي قاعدة البيانات، أنا حختاره UTF-8 General C اللي هو بتقبل كافة اللغات حتى العربية منها. بعمل create. هلأ انتشأت قاعدة بيانات اللي هي إسراء Company، هيها اللي أنا هلأ قمت بإنشائها. هلأ هاي القاعدة أنا بدي أحط فيها البيانات اللي أنا بدي أشتغل عليها، فزي ما حكيت لكم أنا مجهزة قاعدة البيانات ومخلصة، ما عليكم إلا تعملوا لها استيراد أو import. فبتضغطوا على import، بحكي لك براوز يور كمبيوتر لترفع اللي هو الملف المضغوط اللي انت حاطط فيه قاعدة البيانات اللي بدك تشتغل عليها. بضغط على تشوز فايل او اختر الملف. انا اوريدي مخزناها على الداونلودز على التنزيلات عندي، فانت وين بتكون منزل الملف المضغوط تبع قاعدة البيانات بتروح على هذا المكان بتستعرضه وبتضغط على قاعدة البيانات اللي بدك تشتغل عليها. بعد هيك بحط Go. هاي السيرفر عماله حمل كل قاعدة البيانات، عمل كرييت لا الداتابيز. هاي اذا مثلا شايفين هان عمل كرييت لتيبل اسمه برانش، حط الحقول تبعته، حط الداتا تايب او نوع كل متغير. هان مثلا عمل insert into branch، ضاف البيانات في هذا التابل. فحتشوفوا انه كلها عبارة عن اوامر انا كنت اوريدي عاملاها قبل هيك ومجهزاها، بس ما عليكم الا تستخدموها. لو بتلاحظوا بالقائمة على اليسار طلع لي هاي التابلز اللي عملها هو create والتر وانسرت. خلينا ناخذ نظرة سريعة على كل تابل من هاي التابلز. التابل الأولى اللي هي الامبلوي. هلأ الامبلوي اللي هم الموظفين اللي في هاي الشركة، لكل موظف زي ما انتم شايفين في إله ID، employee ID، في إله first name، في إله last name، في إله birthday اللي هو تاريخ الميلاد، في إله sex اللي هو الجنس سواء male أو female، في إله salary اللي هو الراتب، في إله super ID. شو يعني super ID؟ سوبر اي دي عبارة عن مين هو الموظف المشرف على الموظف اللي أنا قاعدة بأضيف له البيانات. فمثلا عند الموظف رقم 100 هاد ما في حدا مشرف عليه، انتوا شايفين عند السوبر اي دي نل، فهو ما في حدا مشرف عليه، احتمال يكون هو مدير الشركة بكل أفرعها. في عندي مثلا الموظف خلينا نحكي مثلا أنجلا، الموظفة أنجلا اللي هي رقمها 103،
السوبر إلها أو المشرف عليها اللي هو الموظف رقم 102، لو إجيت أطلع مين هو 102 بلاقيه ميشيل سكوت. أوكي، فلكل موظف في عندي سوبر سوبرفايزر أو مشرف بيشرف عليه. هلأ في عندي هان كمان البرانش اي دي. ايش البرانش اي دي؟ اللي هو رقم الفرع اللي بيشتغل فيه هذا الموظف. ف الموظف 100 بيشتغل بالفرع الاول، الموظف 104 بيشتغل بالفرع الثاني، الموظف 108 بيشتغل بالفرع الثالث. فهذا بيقودنا انه البرانش اي دي هذا عبارة عن مفتاح أجنبي أكيد موجود في تيبل آخر على شكل مفتاح أساسي. أوكي، فبدنا نشوف هذا البرانش أي دي اللي هان جاي كضيف هو بالأساس وين موجود. فلو أنا رحت على تيبل برانش، هاي في عندي لكل فرع في عندي برانش أي دي رقم، برانش نيم اسم، مانجر أي دي، ومانجر ستارت ديت. الفرع رقم 1 اسمه corporate. المانجر اي دي هو يا جماعة المدير لهذا الفرع، فمدير الفرع هذا هو اللي رقمه 100 بادي يشتغل كمدير من تاريخ 9/2/2006. فلكل فرع في رقم، في اسم، في رقم مدير، وفي كمان من متى بدأ يشتغل هذا الموظف كمدير لهذا الفرع. فإذا أنتم ملاحظين هان عندي المانجر اي دي عبارة عن رقم، لمين؟ رقم الموظف اللي بيعمل كمدير، بس هو هو موجود كموظف اصلا في الشركة. فلو ضغطت على 100 بيوديني مين هذا الموظف اللي 100 اللي بيشرف على الفرع الاول، فهو طلع دافيد والز. فاذا انتم ملاحظين انه المانجر اي دي هو عبارة عن فورين كي، مفتاح اجنبي بيشير لمين؟ ها يعني لو ضغطت على اي واحد هو بيشير ل الامبلوي اي دي الموجود في تيبل الامبلوي، فهو مفتاح اجنبي في تيبل الكلاينت. هلا كل سوري في تيبل البرانش. هلا كل برانش من هدول البرانشز في إلها سبلاير. ايش يعني سبلاير؟ السبلاير هو عبارة عن شركة او مؤسسة تزود هذا الفرع ببضاعة من نوع معين. فعندي مثلا البرانش 2 متعاقد مع سبلاير اسمه او مزود اسمه هامر ميل، جي تي فوربس اند ليبلز، ويوني بول. بينما الفرع الثالث متعاقد مع سبلاير او مزود او شركة او مؤسسة اسمها هامر ميل وبارتيريوت بيبر، باتريوت بيبر، وستامفورد ليبلز، ويوني بول. ف زي ما حكينا البرانش الفرع تبع الشركة إله مزود. المزود هاد بيزوده بنوع بضاعة معين. فمثلا البرانش الثاني متعاقد مع هامر ميل عشان يزودوا ببيبر، مثلا متعاقد مع جي تي فورمز اند ليبلز عشان يعطي كاستم فورمز، اشياء معمول لها كاستمايزيشن بصوره معينه. فهذا تيبل اللي هو مين البرانش سبلاير. طبعا ما بدنا ننسى انه البرانش اي دي هان برضو عباره عن فورين كي بيأشر على، يعني هون لو ضغطنا عليه بيأشر على حقل البرانش اي دي الموجود في تيبل البرانش. اوكي، هلا هاي الشركة بيجي عليها ناس عشان يشتروا البضاعة اللي عندها، بيجي عليها كلاينتس عملاء. ففي عندي تيبل خاص بالعملاء اللي بيجوا على هاي الشركة. ففي عندي في لكل كلاينت او لكل عميل في عندي كلاينت اي دي رقم، كلاينت نيم، وفي عندي البرانش اي دي اللي بتعامل معاه. يعني كل عميل في كل عميل بيجي على الشركة بتعامل مع فرع أو حتى بيكون مع فرع من أفرع الشركة. فمثلا العميل اللي رقمه 400 بتعامل مع البرانش الثاني،
العميل اللي رقمه 402 بتعامل مع البرانش الثالث وهكذا. فهذا باختصار تيبل العملاء، هم عبارة عن زي نحكي ناس بيجوا بيشتروا، أو حتى ممكن تكون شركات أخرى أو مؤسسات أخرى بيجي يشتروا من شركتنا هاي، اللي هو بضاعة معينة إحنا بنعرضها للبيع. طبعا البرانش اي دي برضو عبارة عن فورين كي، مفتاح أجنبي يشير للبرانش اي دي الموجود في البرانش تيبل. اوكي، في آخر عندي تيبل موجود، هو عبارة عن تيبل الوركس ويز. هلا كل كلاينت بيجي من الكلاينتس هدول، من العملاء اللي بيجي على الشركة، بتعامل مع موظف معين وبيشتري منه بضاعة بمبلغ معين. فمثلا عندي الموظف 102 اتعامل مع الكلاينت 401 وباعه بمبلغ 267,000 دولار. مثلا عندي الموظف 107 اتعامل مع العميل 405 وباعه ب 26,000. برضو ما بدنا ننسى ان الامبلوي اي دي والكلاينت اي دي عبارة عن مفاتيح أجنبية. الامبلوي اي دي بيشير لرقم الموظف في جدول الموظفين، الكلاينت اي دي بيشير للكلاينت اي دي في جدول الكلاينتس. هيك احنا بشكل عام استعرضنا اللي هو البنية الأساسية لقاعدة البيانات اللي بدنا نشتغل عليها شوية كويريز. هلأ في عندي هذول الموظفين، أنا لو طلبت منكم بدي تعرض لجميع الموظفين بجميع بياناتهم الموجودين في الشركة. طبعا حقف على داتابيز اللي هي الكلية، بضغط على اسمها إسراء داتابيز، بروح على SQL بضغط عليها، بيجيني المكان اللي حكتب فيه الكويري. فأنا بحكي له select، لاحظوا إنه ممكن يكمل كل كلمة لحالها. select نجمة from، من أي جدول أنا بدي أطلع البيانات؟ بدي بيانات كل الموظفين. from employee، فأنا بحكي له جيب لي بيانات كل الموظفين، فبحط go، بيطلع لي كل الموظفين بكل بياناتهم، اسمه رقمه تاريخ ميلاده جنسه كل البيانات بدون استثناء. فنتيجة select نجمة from employee طلع لي كل الموظفين. طيب اوكي، لو بدي اعمل query تاني يجيب لي بس الاسم الاول والاسم الاخير لكل الموظفين. فانا هرجع اقف على database، سوري هحط على الاس كيو ال، هحكي له select at. انا مين بدي؟ بدي بس ال first name وال last name، فهحكي له first name فاصلة last name، لانه هاي انا بس العمودين اللي بدي اياهم، بدي ال first name وبدي ال last name. طبعا بالاول حطيت نجمة لاني كنت بدي كل الحقول، هلا انا بس بدي حقلين، فبحط اسم الحقل الأول فاصلة اسم الحقل الثاني from اللي هو employee، بحط go، فطلع لي بس اسم كل موظف الأول والاسم الأخير بدون باقي الحقول الأخرى زي ما طلع لنا في الكويري الثاني. أوكي، هلأ لو بدي أجيب، هلا انا هاي عندي الامبلوي، لو بدي اجيب الموظفين مرتبين حسب السالري، بدي اجيب الموظفين مرتبين حسب السالري، تمام. ف باجي انا هان، طبعا الترتيب حسب ايش، حطوا في بالكم انه حسب عمود السالري. برجع اقف على الداتابيز، بحط اس كيو ال، بحكي له select، بدك تعرض كل بياناتهم اعرضهم، بدك تعرض بيانات معينة اعرض اللي بدك اياه. فأنا بحكي له select نجمة from الامبلوي، أنا بدي اياهم مرتبين. لما بدي ارتب البيانات حسب عمود معين للترتيب بستخدم order by، order by
فأنا بحكي له طلع لي بيانات الموظفين order by مرتبين. طب حسب إيش أنت بدك ترتبهم؟ ما أنا حكي لك رتبوا اليوم حسب السالري، حسب عمود السالري. هلأ ممكن الترتيب يكون تصاعدي وممكن يكون تنازلي، فلو أنا كتبت له ascending حيطلع لي إياهم تصاعدي. تمام، خلينا نشوف. فزي ما احنا شايفين رتب لي الموظفين حسب اقل راتب لا اعلى راتب. فمثلا اول موظف راتبه 55,000، اخر مرتب آه سوري اخر موظف راتبه 250,000. فهيك رتب لي الموظفين حسب السالري تنازل سوري تصاعديا من الصغير للكبير. طيب لو انا بدي ارتبهم بالعكس من الكبير للصغير، هرجع على الداتابيس هحط على الاس كيو ال، هحكي له select نجمة from employee، طبعا مرتبين يعني order by حسب ايش مرتبين السالري. اذا بدك اياهم مرتبين تنازليا بنحط ديسك descending، بنحط ديسك فبإيش برتب لي إياهم من الكبير للصغير. فإذا أنتم ملاحظين هان بدأ من أعلى راتب اللي هو لدافيد بياخد 250,000 وبينتهي بكيلي اللي بتاخد 55,000. أوكي طيب، هلأ لو أنا بدي أشوف كم جنس مختلف عندي في قاعدة البيانات، هلا انا عندي الموظفين يا ميل يا فيميل، فانا بدي اشوف شو القيم المختلفه لعمود الجنس الموجوده في قاعده البيانات. فايش يعني القيم المختلفه؟ يعني قيم distinct، يعني قيم مميزه، يعني السكس هاد يا بيكون يا ميل يا فيميل، فالقيم محصوره بين ميل وفيميل. فانا بدي اياه يحكي لي انه انت الموظفين اللي عندك شو الجنس المحتمل لهم، فهو حيطلع لي يا ميل يا فيميل. طب كيف بدي أطبعهم إنه يا ميل يا فيميل؟ فخلينا نشوف كيف حنطبعهم. بقف على الداتابيز، بروح على الـ SQL بحكي له select، أنا بدي الجنس بشكل يونيك أو إنه بشكل غير متكرر. لما بدي أمنع التكرار بستخدم distinct، يعني طلع لي بشكل مميز اللي هو مين؟ عمود السكس from اللي هم مين؟ الامبلوي، يعني كم جنس موجود عندي للموظفين اللي في قاعدة البيانات. هيو بس يا ميل يا فيميل، فطلع الأجناس الموجودة في قاعدة البيانات بدون أي تكرار. أوكي هلأ خلينا نرجع قاعدة البيانات كمان مرة. بدي تعرضي بيانات، تعرض بيانات الموظفات الإناث اللي بيشتغلوا في فرع الشركة رقم 2. بدي البنات وتشتغل في فرع 2، هاي بنت بس بتشتغل بالفرع 1 ما بدي إياها، هاي بنت بتشتغل بالفرع الثاني بدي إياها، هاي كمان بنت بتشتغل بالفرع الثاني بدي اياها، هدول كلهم ميل اولاد ما بدي اياهم. فاذا انا بدي هذا العمود وبدي هذا العمود لانهم التنتين بنات في ميل في ميل وبيشتغلوا في البرانش اي دي 2 2. ففهمنا ايش معنى الكويري؟ الكويري بده شرطه انه يكون السكس او الجندر لهاي البنت في ميل او لهذا الموظف في ميل، والبرانش اي دي عبارة عن 2. هرجع على قاعدة البيانات، هروح على الـ SQL، هكتب select نجمة from employee، ايش الشرط؟ where حكينا بدي الجنس female، الجنس ايش العمود تبعه؟ sex، ايش يساوي؟ حرف الاف female. ايش الشرط الثاني؟ سوري هان يساوي واحدة. شو الشرط الثاني؟ and
ايش البرانش اي دي لإلها؟ يساوي 2. فأنا حكيت له جيب لي كل بيانات الموظفين اللي السكس إلها فيميل يعني بنت، والبرانش اي دي إلها 2، خلينا نشوف حيطلعهم ولا لا. هي فعلا طلع بس البنتين اللي حكينا عنهم اللي هم أنجيلا وكايلي. فالتنتين هيهم إذا أنتم ملاحظين فيميل فيميل، وبيشتغلوا في البرانش اللي رقمه 2، وهذه برضو 2. أوكي طيب، هلا لو أنا بدي الموظفين اللي أسمائهم ضمن دافيد وجيم وميشيل وجوني، هاي أنا عندي دافيد المفروض يطلع، ميشيل المفروض برضو هذا يطلع، وجيم المفروض هذا يطلع، أنا طالبة كمان جوني، ما في حدا جوني. فأنا بدي أي موظف بيحمل الاسم دافيد ميشيل والأخير جيم يطلع، وفي كمان جوني إذا موجود يطلع. طيب هلأ أنا بدور على موظف اسمه بيقع بين مجموعة من الأسماء، بمجرد ما يكون الكويري طالب شيء ضمن مجموعة أشياء فبنستخدم الكلمة اللي هي إيش، أو الكلمة المفتاحية إن. فأنا بحكي له select جيب لي بيانات select نجمة from جدول ال employee. إيش الشرط؟ بدي الاسم تبعه اللي هو ال first name. اشمل الفيرست نيم تبعه، حكينا يقع ضمن مجموعة من الأسماء، الكلمة اللي بتعبر لي على يقع ضمن اللي هي إن، بحيث اسمه إن هذه المجموعة. إيش هي المجموعة؟ بحطها بالأقواس. أنا حكي له بدي اسمه يقع ضمن اسم جيم أو ميشيل أو جوني. أو آخر اسم دافيد. سوري دي. تمام. فأنا بحكي له select نجمة جيب لي بيانات الموظفين اللي الاسم الأول إلهم بيقع ضمن جيم ميشيل جوني ودافيد. نحط جو. في خطأ بالكويري. الفيرست نيم هنشوفوا ايش الخطأ. بيحكي لي unknown colon first name where in where close. انا لما كتب first كتبها غلط، حاطة الاس والار معكوسين، فهو مش شايف هذا الحقل، بيقول لك هذا الحقل مش موجود، فخليني اضبطه. نرجع تاني نعمل go. فهي طلع لي الشباب اللي اسمهم دافيد ميشيل وجيم، ولو في كمان موظف اسمه الاسم الرابع هذا اللي هو جوني كان طلعه. فاللي بدي اياكم تفهموه انه ان بتستخدم لاستخراج الداتا التي تقع ضمن مجموعة خيارات انا بكون محدداها في الكويري. اوكي طيب، لو بدي هلا الموظفين اللي رواتبهم بين 50,000 و100,000، هلا السالري بدي اياه يكون محصور بين قيمتين، بين 50,000 و100,000، بمعنى ال 250,000 ما بدي اياها، 110 ما بدي اياها، 78 اوكي، 75 اوكي، وهكذا. فهو انا في عندي قيمة ابتدائية وفي عندي قيمة نهائية، بدي كل الموظفين اللي رواتبهم واقعة في هاي الفترة. فحرجع على ال SQL هحكي له select نجمة from طبعا جدول ال employee. هلأ ايش الشرط عندي؟ انا بشتغل على السلري، العمود او حقل السلري where
السلري، اشمل السلري يقع بين قيمة وقيمة. لما تكون الحقل اللي أنا بسأل عنه بيقع بين قيمتين، بستخدم كلمة between. فهاي عندي كلمة محجوزة في الماي اس كيو ال، بيساعدني بإني أحصر مجال البحث بين قيمتين. فوير السلري between زي ما بدي أنا 50,000 and، هذه نقطة البداية تبعت الفترة، and اللي هو لوين بدك مجال البحث، 100,000. تمام. ف select نجمة from employee بحيث الراتب between بين 50,000 و100,000 دولار، نحط go. فهاي كل الموظفين اللي رواتبهم من 50,000 دولار ل100,000 دولار. لاحظوا أكتر راتب اللي هو عندي حوالي 78,000 دولار، أقل راتب عندي اللي هو 50,000 دولار. ففعلا ما في راتب أعلى من 100,000، ما في راتب أقل من 50,000 دولار. أوكي طيب، هلأ لو أنا إجيت بدي الموظفين اللي أول حرف باسمهم جي، بعد هيك يجي أي حرفين بغض النظر شو كانوا هدول الحرفين. فهذا الاسم مثلاً ما بيبدأ بحرف الجي، ما بدي يطلع هذا الحرف اللي هو الاسم بيبدأ بحرف الجي، أوكي بعده حرفين فبتنطبق عليه الشروط. هذا الحرف أو سوري هذا الاسم بيبدأ بحرف الجي، أوكي بس بعدي 3 حروف، أنا بدي بس حرفين، فمش حيطلع بالنتيجة. هذا ما بيبدأ بالجي، هذا بيبدأ بالجي وبعده حرفين فبدي إياه يطلع، هدول ولا واحد فيهم بيبدأ بالجي. فأنا هان كأني بعمل سيرتش على الموظفين اللي بتبدأ أسمائهم أو اللي إلهم نمط معين في أسمائهم، بحيث الاسم يبدأ بحرف الجي، بعد هيك يجي حرف ثم حرف آخر، وينتهي البحث عن الموظفين. خلينا نرجع ل SQL. أنا بدي select نجمة من جدول الموظفين. أوكي طب إيش شرط البحث اللي أنت بتبحث عنه؟ ال first name إله زي ما نحكي نمط معين. فأنت لما بتبحث في قاعدة البيانات عن نمط معين، فإحنا راح نستخدم كلمة like. كلمة like where بحيث ال first name، إيش ماله ال first name؟ like، يشبه، يحتوي، يماثل. طب بيشبه إيش أو بيحتوي إيش؟ بنفتح single quotation أو اللي هي علامة التنصيص، بقول له أنا بدي أول حرف J. تمام؟ بعد هيك يجيني أي حرف. فكلمة أو بنعبر عن إنه يكون أي حرف بنعبر عنها بالأندرسكور. أنا بدي يجي بعد الجي حرفين، فهي الجي بعدها حرف وكمان حرف، يعني كمان أندرسكور. فهيك أنا بحكي له ابحث عن كل الموظفين اللي أسمائهم تبدأ بحرف الجي ثم أي حرف ثم أي حرف. خلينا نشوف شو نتيجة الكويري. فعلا طلع لي جون وجيم، الاثنين بيبدأوا بحرف الجي ثم حرفين وراء حرف الجي. طيب لو أنا بدي أعدل على هذا الكويري تعديل بسيط، كنترول في، بدي أعدل على الشرط شوي، بدي الاسم يبدأ بحرف الجي، أوكي بعدي أي حرف، بعدي أي حرف، آخر حاجة سواء كان في حروف أو ما كان في حروف برضو تطلع لي نتيجة، يطلع في نتيجة السيرتش. بمعنى إيش صار نمط الاسم اللي أنا ببحث عنه؟ يبدأ بحرف الجي ثم حرفين متتاليين بغض النظر إيش قيمة هذول الحرفين. آخر إشي حطيت علامة البرسنتج اللي هي 100%. هاي معناها إجي حرف حرفين ثلاثة مش مشكلة، حتى لو ما إجا ولا حرف حيطلع هذا الاسم بنتيجة البحث. ففي فرق بين الأندرسكور والبرسنتج.
الاندرسكور لازم يكون في هذا الموقع في حرف. شو هو الحرف؟ مش مشكلة عندي، لكن البرسنتج ظهر حرف 2 3 4 يظهر. لو ما ظهر ولا حرف برضو ما عندي مشكلة. خلينا نشوف نتيجة الكويري بشو حتختلف. زي ما انتو شايفين هان زاد عندي جوش. ليش زاد جوش؟ لأنه بيبدأ بحرف الجي، بعدها في حرف، بعدها في حرف. البرسنتج اللي هي 100% حكينا بعد هدول الحرفين إجا حرف 2 3 100 بيطلعوا في نتيجة السيرتش. فعشان إجا بعد الحرفين اللي هم الأندرسكور إجا حرف زيادة فطلع لي من نتيجة البحث. أوكي طيب هلقيتها. خلينا ننتقل لإشي تاني. بدي أسماء الفروع التي يزودها السبلاير أو المزود اللي اسمه هامر ميل. طيب هلأ المزودين أنا بعرف إنهم في تيبل البرانش سبلاير. نيجي على تيبل مين؟ البرانش سبلاير اللي هم المزودين. أنا باجي بتطلع أنت يلي اسمك هامر ميل، هاي ظاهر هان عندي هامر ميل وظاهر عندي هان هامر ميل. بدي أسماء البرانشز اللي انت بتعمل لهم تزويد بالبضاعة. طب اوكي انا في هذا التابل بربط بين البرانش اي دي والسبلاير نيم، بين رقم الفرع او اسم المزود. طب انا عارفة اسم المزود بس مش عارفة اسم البرانش. انا عارفة رقم البرانش، يعني هامر ميل بزود البرانش الثاني والبرانش الثالث. طب انا عارفة ارقامهم، طب بدي اسمائهم. اوكي ما أسماء البرانش موجودين وين؟ في جدول البرانش. فهي الفرع الثاني اسمه سكرانتون والفرع الثالث اسمه ستامفورد. فهان بطلنا نطلع الداتا أو البيانات من جدول واحد، صار في عندي جدولين. في جدول السبلاير في عندي رقم رقم البرانش، لكن اسمه اللي أنا بدي إياه موجود وين؟ في جدول البرانش. هاي هون موجود في جدول البرانش، فلازم أربط بين التو تيبلز. وأعتقد الرابط بين التو تيبلز كتير واضح، إنه البرانش آي دي هان اللي جاي كمفتاح أجنبي هو يشير ل البرانش آي دي اللي في جدول البرانش واللي هو هان مفتاح أساسي. فعشان أجيب مين هم البرانشز أو الأفرع اللي بزودها المزود اللي اسمه هامر ميل، بدي أربط بين تو تيبلز اللي هم البرانش سبلاير والبرانش، أربط بينهم عن طريق البرانش آي دي عشان أطلع اسم هذا البرانش. فبرجع على السرق كمباني، بحط على الاس كيو ال، بحكي له select. أنا بدي مين؟ بدي اسم البرانش. تمام بدي اسم البرانش، البرانش نيم فروم. كم جدول عندي؟ حكينا جدولين، في عندي جدول البرانش نرمز له بالرمز بي زي ما اتفقنا الالياس عشان يسهل عليا، بدل ما ضلني اكتب اسم التابل بكتب بس حرف البي، والبرانش سبلاير اعطيه اس. طبعا البرانش نيم موجود في اي تيبل؟ موجود في تيبل البرانش، فحط بي دوت، يعني جيب لي من جدول البرانش جيب لي حقل البرانش نيم. اوكي نرجع. طب ايش الشرط؟ حكينا بدنا نربط بين التو تيبلز. حكينا مين العمود اللي بربط بين التو تيبلز؟ البرانش اي دي. وير البي دوت البرانش اي دي ايكوال لا الاس دوت البرانش اي دي. انا هان ربطت بين حقل البرانش اي دي اللي في جدول البرانش مع حقل البرانش اي دي اللي في حقل السبلاير. طيب ايش الشرط الثاني؟ ما انا حكيت لكم بشرط انه يكون اسم المزود هامر ميل، يعني اس اللي هو حقل البرانش سبلاير يكون النيم تبعه اللي هو مين؟ هامر ميل. فالاس دوت سبلاير نيم
اسم المزود، هذا الحق اللي هو اللي بيكون في اسم المزود equal نفتح علامة التنصيص ونكتب هان سوري هامر ميل. اوكي، فببساطة الكويري لانه احتاجنا تو تيبلز فلازم ادور على الرابط بين التو تيبلز هدول، لقينا الرابط بينهم هو حق البرانش اي دي في كلا التيبلين موجود، في تيبل السبلاير كفورين كي، في تيبل البرانش ك برايمري كي، والشرط الثاني انه اسم السبلاير هامر ميل. نحط جو. هو فعلا في اللي هو الفرع الثاني والفرع الثالث اللي هم اسمهم سكرانتون وستانفورد، هذول البرانشين او التو برانشز هم اللي بزودهم المزود اللي اسمه هامر ميل. اوكي طيب، هلقيت لو انا بدي كويري بيجيب لي اسماء مدراء الاقسام. اوكي طب خلينا نيجي نشوف هاي الاقسام وين موجوده في البرانشز الافرع، بدي مدير كل فرع شو اسمه. اوكي فانا بجي بتطلع، انت لفرع واحد مديرك رقمه 100، 2 102، 3 106. طب انا ما بدي ارقام المدراء، انا بدي اسماء المدراء. طيب اسماء المدراء هذول وين موجودين؟ ال100 وال102 وال106 موجودين في جدول الامبلوي. بنروح هان، ال100 اسمه ديفيد، 102 ميشيل، 106 اعتقد كان اللي هو جوش. ف100 و102 و106 اللي هم مين؟ اللي هم هذول اسماء مدراء الافرع. طيب فاذا انتم ملاحظين انه في البرانش في عندي عمود اللي هو مين؟ المانجر اي دي، هذا حقل حكينا حقل اجنبي بيشير لمين؟ بيشير ل الامبلوي اي دي الموجود وين؟ للامبلوي اي دي الموجود في تيبل الموظفين. فهذا الرابط بين التو تيبلز عشان اقدر اجيب اسماء اللي هم مين؟ المدراء تبعون الافرع. فلو بدي اكتب هذا الكويري نروح على الاس كيو ال، احكي له سيلكت، انا بدي كل قسم او كل برانش ومديره، برانش نيم هذا اللي بيعطيني اسم الفرع، والفيرست نيم فيرست نيم. اوكي انا هاي اسم الفرع وهاي اسم مدير. من اكم تيبل فروم الامبلوي نعطيه alias اي فاصلة للبرانش نعطيه alias بي سوري بي. تمام البرانش نيم موجود في تيبل البرانش والفيرست نيم موجود في تيبل الامبلوي، بس لمجرد توضيح انه من اي حقل من اي تيبل هذا الحقل. طيب شو الرابط بين التو تيبلز؟ ما احنا حكينا وير الاي دوت امب اي دي رقم الموظف اللي في الامبلوي هو نفس رقم المدير اللي في البرانش. سيلكت برانش نيم فيرست نيم، اذا بدكم تطلعوا كمان اللاست نيم اوكي اي دوت لاست نيم. فطلع لي اسم الفرع، الاسم الاول لمديره، الاسم الاخير لمديره من جدولين الموظفين للبرانش، بحيث رقم الموظف هو نفسه رقم المدير. جو هيو طلع لي الفرع اللي اسمه كوربريت بديره ديفيد والز، سكرانتون بديره ميشيل سكوت، وستانفورد بديره جوش بورتر. فهي ببساطة طلعت كل قسم مين او كل برانش مين مديره عن طريق ربط التو تيبلز عن طريق البرايمري كي مع الفورين كي. طيب لو انا هذا الكويري بدي اعمله بطريقه اخرى اللي هي طريقه الجوين، نفس الفكره بالضبط بس السينتاكس او الصيغه هي اللي حتختلف. فانا هحكي له سيلكت
نفس الاشي بي دوت برانش نيم فاصلة اي دوت فيرست نيم فاصلة اي دوت لاست نيم، ما اختلف ولا اشي. طلع لي اسم البرانش والاسم الاول للمدير والاسم الاخير للمدير. from employee اي تمام. هلا الستركتشر او الصيغه تبعت الجوين بتختلف عن الكويري اللي من شويه كتبناه. انا بحكي له جيب لي من جدول الموظفين جوين اضربه او ادمجه مع جدول البرانش، سوري البرانش حطينا select from join from التبل الأول join مع التبل الثاني. هلأ بدنا نحط شرط الجوين بنستخدم on اللي هو e dot employee id equal ال b dot manager id. ما اختلفت الفكرة إطلاقا، لكن اللي اختلف طريقة الكتابة. هان بنحط في الفروم التبل الأول join التبل الثاني on اللي هو طريقة ربط التو تيبلز اللي هما البرايمري كي مع الفورين كي. بحط جو، نفس النتيجة ما اختلفت ولا اشي. طيب لو بدي استخدم الليفت جوين عشان اجيب كل الموظفين سواء بديروا اقسام او ما بديروا، سواء بديروا اقسام او ما بديروا، فانا بدي يطلعوا لي كل الموظفين. اللي بدير قسم يدير، اللي ما بدير مش مشكلة. فأنا معنية إنه أطلع كل الموظفين. فحكينا لما بدنا نطلع كل الموظفين بغض النظر هل هو مدير أو لا، المدير يظهر قسمه واللي مش مدير يحط مكانه نال. فهان ساعتها مش هستخدم الانير جوين وإنما حلجأ للليفت جوين. فأنا هحكي له select الاي دوت first نيم فاصلة البي دوت برانش نيم. هات لي الموظف اسمه الأول والقسم، القسم أو الفرع اللي بيديره. فروم من التبل الأول employee اي طيب join مع مين؟ مع البرانش دي on. بس سوري هان خلينا نكمل on ال e dot employee id equal ال b dot المانجر id. هلا هذا نفس الكويري اللي فات. انا حكيت لكم لاني مهتمه اطلع كل الموظفين بغض النظر هو مدير ولا لا، فبدي اعمل left join. بدي اعمل left join. خلينا نشوف ايش نتيجه الكويري. طلع لي كل الموظفين اللي له قسم يديره، طلع لي اسم القسم، ما له قسم يديره حط لي نال. اوكي طيب لو بدي هلا كل اسماء العملاء اللي تعاملوا مع القسم اللي بديره مايكل سكوت. هلا انا اروح اول شيء اشوف مايكل سكوت كيف بدي اربط بين هاي التيبلز. فخليني اشوف انا مايكل سكوت هذا شو رقمه. رقمه 102. بدي أروح أشوف الموظف اللي رقمه 102 هو أصلاً بدير أي برانش. فبروح على البرانش فبلاقي إنه الموظف 102 بدير الفرع 2. فأنا بدي أشوف مين الكلاينتس اللي تعاملوا مع القسم هذا. فبدي أروح على الكلاينتس أشوف أي كلاينت بتعامل مع البرانش 2. في عندي 400 401 404 406. فأنا عشان أجيب أسماء الكلاينتس اللي بتعاملوا مع القسم اللي بديره أو البرانش اللي بديره مايكل سكوت، أنا اضطريت إني أتعامل مع ثلاثة تيبلز. من تيبل الإمبلوي رحت جبت رقم مايكل سكوت، من تيبل المانجر
أو تأسري من تيبل البرانش جبت شو رقم القسم اللي بديره مايكل، ومن تيبل الكلاينتس جبت أسماء الكلاينتس اللي تعاملوا مع برانش 2 اللي بديره مايكل. خلينا نكتب كود ماي اس كيو ال يطلع لي اللي عملناه. طبعا انا هستخدم هان السب كويري. فاول كويري هحكي له سيلكت بدي رقم الموظف employee id from ال employee where ال first name equal Michael and last name equal هو مايكل سكوت سكوت. تمام. فأنا هان رحت حكيت أول حاجة جيب لي رقم الموظف من تيبل الموظفين بحيث الفيرست نيم إله مايكل واللاست نيم إله سكوت. هيك حيرجع لي مين؟ الامبلوي اي دي. طيب انا بعدك بدي اشوف شو رقم القسم اللي بديره هذا مايكل سكوت. فاحكي له سيلكت البرانش اي دي from branch where ايش الشرط؟ انه يكون مديره رقم مديره هو نفس الرقم اللي طلع من السب كويري هذا where المانجر id equal يساوي الرقم اللي طلع لي من الكويري هذا. فأنا هان بحكي له أول إشي select الـ employee ID اللي اسمه مايكل وعيلته سكوت. بعد هيك جيب لي رقم الـ branch اللي مديره اللي هو مين اللي طلع لنا، أعتقد كان رقمه 102. فهذا كله حيطلع لي مين الـ branch اللي بديره مايكل سكوت اللي هو 100، سوري كان الـ branch الثاني. بعد هيك هحكي له select أنا بدي اللي هم مين الأسماء الكلاينتس أو أرقامهم اللي تعاملوا مع هذا القسم. فأنا هحكي له select الكلاينت client ID فاصلة الكلاينت name from الكلاينت where ايش الشرط؟ انه البرانش اي دي لإلهم هو نفس البرانش اي دي اللي هان. وير البرانش اي دي يساوي كل الكويري هاد. تمام. راح يطلع لي 400 401 404 406 اللي احنا طلعناهم بالنظر. فالكويري هذا اخذ مني 3 كويريز. في الكويري الاول جبت رقم الموظف اللي اسمه مايكل سكوت. في الكويري الثاني جبت رقم الفرع اللي هو بديره. في الكويري الثالث جبت اسماء الكلاينتس اللي تعاملوا مع هذا الفرع اللي بديره مايكل سكوت. اوكي اخر مثال رح نتعامل معاه اليوم ان شاء الله في هاي المحاضرة، اللي هو بدي كل عميل نجيب اجمالي مشترياته. انا عندي هان في الورك ويز، في عندي عملاء هاي كلاينتس، بدي كل كلاينت اجمع قديش التوتال سيلز لإلهم. ال401 اجمع له مشترياته، مثلا عندي ال406 شاري مرتين، فبدي أجمع ال1500 مع 130 ألف. مثلا عندي ال403 برضو شاري ب5000 وراجع شاري ب12 ألف. فأنا كل عميل بدي أطلع قديش اشترى
توتال سيلز من شركتي. حنرجع على الاس كيو اي. طبعا الفكرة مبينة لأنه كل عميل، فأكيد حعمل جروبينج على العملاء. بعد هيك مع كل عميل بدي أعمل سم للتوتال سيلز، فأنا هحكي له سيلكت سي دوت كلاينت نيم، بدي اسم العميل وإيش بدي مع كل عميل، بدي مجموع توتال سيلز. الدالة اللي بتجيب المجموع اللي هي سم، أي عمود بدي أجمع توتال سيلز. فأنا بحكي له جيب لي اسم العميل ومجموع التوتال سيلز لإله. From. طبعا عشان أجيب اسم العميل أنا التابل الورك ويز بس في اللي هو إيش، بس في رقم العميل، فإذا بدي اسمه لازم أرجع ل تابل الكلاينت. فبدي أجيب من الكلاينت سي فاصلة ورك، سوري ورك ويز دبليو. فأنا من الورك ويز بعرف رقم العميل، من الكلاينت بعرف اسم العميل، فأنا هنا استخدمت الكلاينت بس عشان أجيب اسم العميل. طيب إيش الشرط؟ الشرط طبعا إنه رقم العميل الموجود في التابل الأول هو نفس رقم العميل الموجود في التابل الثاني equal الورك دوت الكلاينت اي دي. طبعا انا بدي اعملهم جروبينج باي ايش، جروب باي اللي هو سي دوت كلاينت اي دي. فانا كل كلاينت هروح اعمل له جروب، احط مجموع مشترياته. عشان اعرض اسمه لازم اعمل رابط بين جدول الورك ويز وجدول الكلاينت. ايش الرابط بين هدول التو تيبلز؟ انه الكلاينت اي دي اللي في السي نفس الكلاينت اي دي اللي في الدبليو. احط جو، فهيك حيطلع لي مجموع المشتريات لكل كلاينت من الكلاينت اللي انا بتعامل معهم في الافرع اللي عندي. بهيك بنكون خلصنا المحاضرة العملي. اتمنى منكم انكم تمشوا نفس الخطوات اللي انا اشتغلتها بالفيديو وتحاولوا تطبقوا وتشوفوا شو الأخطاء اللي ممكن تطلع عندكم وشو الريزلتس اللي بتطلع معكم. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم.